بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طالبات الصف السادس، درسنا اليوم هو استكمال لدرس المركبات. فتحدثنا في الحصة السابقة أو الدرس السابق عن الحمود، وتحدثنا عن تعريف الحمود، وبينا كيف نتعرف على المواد التي تحتوي على الأحماض وخصائص هذه الأحماض وأين توجد هذه الأحماض. درسنا اليوم راح يكون عن القواعد. القواعد، نعرف أن بعض الثمار تحتوي على مركبات لها القدرة على تغيير لون ورق التباع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق، ولا تؤثر على ورق التباع الشمس الزرقاء، وتعرف هذه المركبات بالقواعد. وتوجد في العديد من الثمار كثمار الفلفل الحار وأوراق الميرامية والبقدونس. إذن القواعد هاي موجودة في نباتات مختلفة، كما نلاحظ بالصورة، الفلفل الحار، البقدونس والميرامية. ما هو تعريف القاعدة؟ القاعدة هي المركب الذي يغير لون ورق التباع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق، ولا يؤثر في لون ورق التباع الشمس الزرقاء. نأتي الآن إلى أنواع القواعد. تقسم القواعد إلى نوعين: قواعد طبيعية وقواعد صناعية. قواعد طبيعية يعني نحصل عليها من مواد طبيعية، إذا توجد في بعض المواد الغذائية كأوراق الميرامية والبقدونس، وأيضا تحدثنا في الفلفل الحار، موجودة في البقدونس والميرامية والفلفل الحار. لدينا قواعد صناعية. ما هي القواعد الصناعية؟ هي قواعد عبارة عن مواد كيميائية لا نستطيع تذوقها، ومن الأمثلة عليها الصودا الكاوية اللي هي تركيبتها الكيميائية هيدروكسيد الصوديوم والأمونيا. إذن هذان المركبان هما من القواعد الصناعية، والقواعد الصناعية هي مواد تكون حارقة وضارة لا نستطيع أن نلمسها أو نتذوقها. نأتي الآن إلى التعرف على خصائص القواعد. ما هي خصائص القواعد؟ القواعد الطبيعية ذات طعم مر، إذا نلاحظ أنه فيها بعض المرار، إذا تتميز القواعد بطعمها المر. ذكرنا سابقا أن الأحماض تتميز بطعمها الحمضي، أما القواعد الطبيعية نستطيع أن نتذوقها فنجد أن طعمها مر. القواعد الصناعية لا نستطيع تذوقها أو لمسها. تحدثنا أن القواعد الصناعية لا نستطيع أن نتذوقها أو نلمسها، لأن لها تأثير كاون على الجلد، وحارق، للملابس وكاوي للجلد، لذلك لا نستطيع أن نتذوقها أو نلمسها، ويجب التعامل معها بحذر. رابع شيء، تغير لون ورق التباع الشمس الزرقاء إلى اللون الأحمر. في عنا هان صور لبعض القواعد الموجودة بالحياة. إذا الصورة الأولى لقواعد طبيعية موجودة في الموز، في الفلفل، لدينا في البصل. إذا هذه مواد قاعدية، أيضا لدينا مواد قاعدية صناعية مثل موجودة في ملمع زجاج. ملمع زجاج إذا المادة الموجودة في داخله هي عبارة عن مركبات قاعدية، وأيضا معجون الأسنان هي مواد قاعدية. طب ليش نستطيع نستخدمها؟ لأنها تكون مخففة جدا، هي فعلا قواعد صناعية لكنها مخففة جدا، تستطيع أن يستخدمها الإنسان من غير ما تأذيه، لكن المركز منها يكون مؤذي. استخدامات القواعد، تستخدم هيدروكسيد البوتاسيوم في صناعة معاجين الأسنان. إذن القاعدة الأولى اللي هي تسمى هيدروكسيد البوتاسيوم، أين توجد هذه القاعدة؟ توجد في معاجين الأسنان، نستطيع استخدامها زي ما تحدثنا لأنها تكون مخففة، قابلة للاستخدام. أيضا يستخدم هيدروكسيد الأمونيوم في صناعة سائل تنظيف الزجاج. إذن هيدروكسيد الصوديوم مادة قاعدية أيضا تدخل في صناعة سائل تنظيف الزجاج. يستخدم هيدروكسيد الصوديوم في صناعة الصابون الصلب. إذن هيدروكسيد الصوديوم يستخدم في صناعة الصابون الصلب. أما النوع الثالث فهو الجير المطفأ، ويدعى هيدروكسيد الكالسيوم، يستخدم في طلاء سيقان الأشجار لحمايتها من الحشرات الضارة.
إذن هذه بعض الاستخدامات للمواد القاعدية، وهكذا ينتهي درسنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.